السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، أسعد الله جميع أوقاتكم. في هذه المحاضرة سوف أقوم بشرح العملية الثانية بعد انتهاءنا من عملية التجفيف لدراينج بروسيس، والتي هي بعنوان إكستراكشن بروسيس، عملية الاستخلاص. تدخل عملية الاستخلاص في أكثر الطرق المستعملة لتحضير المواد الكيميائية، سواء كانت هذه المواد الكيميائية محضرة بالتصنيع أو بالتخمير، أو كان مصدر هذه المواد طبيعياً. فبالاستخلاص نحصل على وسط جديد بدءاً من المادة الخام، بحيث يحتوي هذا الوسط الجديد على المواد الفعالة التي كانت في المادة الخام أو أكثرها، مع كمية أقل من الشوائب. أمامكم عدة تعريفات لعملية الإكستراكشن بروسيس، وتعرف أيضاً بأنها a process in which the animal or plant tissues are treated with a specific solvents whereby the medicinally active constituents are dissolved out. Cell tissues and most of inactive or inert components remain undissolved. The products obtained after extraction are impure and intended only for oral and external uses. Such preparations include infusions, decoctions, tinctures, liquid extracts, semi-solid extracts, and powder extracts. طبعا هذه التحضيرات يطلق عليها اسم Galenical Preparations نسبة إلى العالم الطبيب اليوناني جالين. أمامكم In Pharmacy تعريفات لعدة مصطلحات تنتمي إلى عملية الإكستراكشن بروسيس، منها منسترم عبارة عن Solvent used for extraction purposes، أمثلة الووتر، الكحول، and another organic solvent. المارك عبارة عن inert fibers and other insoluble materials remaining after extraction. أيضا الاكستراكتيفز عبارة عن concentrated preparations of vegetable or animal drugs obtained by removal of the active constituents of the respective drug with a suitable menstruum, evaporation of all or nearly all solvent. Or solvent بعمل عملية تبخير، تبقى المادة على شكل concentrated preparation. وأخيرا مرت عليك كلمة tinctures عبارة عن alcoholic or hydroalcoholic solutions prepared from vegetable materials or from chemical substance زي بلادونا تكتشر. Types of extraction depending on the phases exist. تنقسم عملية الاستخلاص تبعا للوسيلة المستخدمة إلى ثلاثة أنواع. واحد Solid Liquid Extraction، حيث تعني when a liquid is used to extract solutes from solid material. 2. Liquid-liquid extraction، حيث تعني when the extraction takes place from one liquid medium to the another. 3. Sober critical fluid extraction، حيث تعني when the sober critical fluid is used as an extracting solvent. ملاحظة،
سوف نكتفي بشرح النوع الأول والثاني بالتفصيل وذلك لسهولة وإتاحية الاستخدام كعمليات استخلاص مقارنة بالنوع الثاني. النوع الثاني Liquid Extraction ويطلق عليه أيضا Solvent Extraction كما يطلق عليه أيضا Partitioning Extraction. It is a method to separate compounds based on their relative solubilities in two different immiscible liquids, usually water and an organic solvent. يطبق هذا النوع لاستخلاص أو تنقية مواد فعالة مذابة في سائل حيث يستعمل المذيب السائل لاستخلاص هذه المواد الفعالة وتدعى هذه العملية باستخلاص سائل من سائل Liquid Extraction. يستخدم هذا النوع في استخلاص وتنقية المضادات النوع الثالث Super Critical Fluid Extraction تعريفنا لهذا النوع المحدود الاستخدام It is the process of separating one component from another using supercritical fluids as extracting solvent حيث تبدأ عملية الاستخلاص بهذا النوع اعتماداً على تحويل الغاز في الشروط العادية إلى سائل يكون مذيباً مناسباً جيداً ويطلق عليه SF تحت الشروط منها 1 التمبريتشر 2 البرشر 3 الدنسيتي أمامكم مثال ألا وهو غاز الكربون ديوكسيد حيث يكون غاز عند الضغط الجوي ثم يتحول إلى سائل مذيباً جيداً مناسباً تحت الشروط التالية 1 التمبريتشر يكون 30.9 ديجري سنتيغريد 2 البرشر تكون 73.8 بار وأخيرا الدنسيتي يكون 467 من ألف جرام بير ملي أولا سوف يتم شرح النوع الأول Solid Liquid Extraction كأحد أهم أنواع عمليات الاستخلاص حيث يستخدم Solid Liquid Extraction كما أسلفنا للحصول على الخلاصات النباتية حيث يكون الجزء النباتي الخام مادة صلبة وعند إضافة مذيبا مناسبا إليها نحصل على خلاصتها التي تستخدم كمستحضر صيدلاني سائل يستعمل في علاج كثير من الأمراض Simply first the extraction material and the solvent are mixed well then the solvent and the dissolved transition component are removed and regenerated تختلف عملية الاستخلاص تبعا 1 للمادة الخام 2 الوسيلة المستخدمة ملاحظة تنقسم الزيوت إلى قسمين 1 Fixed Oils 2 Volatile Oils حيث نحصل على الزيوت الثابتة الفيكسد أويل بواسطة عملية الاستخلاص Solid Liquid Extraction بينما نحصل على الزيوت الطيارة Volatile Oils بواسطة عملية التقطير بالبخار اللي هو عبارة عن Steam Distillation الذي سوف يتم شرحه لاحقا في هذا كيفية استخلاص المادة الفعالة من المواد الصلبة وذلك بإضافة مذيبا مناسبا في عملية Solid Liquid Extraction تتم عملية الاستخلاص بعدة مراحل كالآتي ك
كما هو موضح في الشكل الذي على اليسار قبل عملية الاستخلاص. 1- توضع المادة الصلبة على شكل مسحوق ناعم داخل وعاء. هذا المسحوق عبارة عن رقم 2 و3 في الشكل، بحيث رقم 1 يطلق عليه Extraction Material عبارة عن Solid Carrier Phase زائد Transition Material، بينما رقم 3 عبارة عن Transition Material اللون الأحمر. 2- يضاف إلى المسحوق الناعم كمية كافية من المذيب المناسب المنسترم، وهو عبارة عن رقم 1 اللون الأزرق في الوعاء. وبعد عملية التحريك وترك الخليط فترة زمنية معينة، تتم عملية الاستخلاص كما هو موضح في الشكل الذي على اليمين، حيث تستخلص المادة الفعالة اللي هي عبارة عن اللون الأحمر لترانزيشن ماتيريال من المسحوق نتيجة الكونتاكت التلامس، تاركة المسحوق باتجاه المذيب للذوبان على شكل محلول متجانس. بعد ذلك يطلق على المسحوق المتبقي المارك اللي هو الثفل رقم 1. Classification of Solid Liquid Extraction. تجري عملية الاستخلاص Solid Liquid Extraction باستخدام نوعين رئيسيين، هما 1- Static Type، 2- Dynamic Type. 1- النوع الأول Static Type. يوجد عدة طرق للاستخلاص بهذا النوع كالآتي: 1- Miseration Method، 2- Infusion Method، 3- Digestion Method، 4- Decoction Method. الطريقة الأولى Miseration Method، النقع أو التعطين، وهي الطريقة التي ما زالت تعتبر دستورية في كثير من دساتير الأدوية. In this process, the whole or coarsely powdered corroded drug is placed in a stoppered container with the solvent and allowed to stand at room temperature for a period of at least 3 days with a frequent agitation until the soluble matter has dissolved. B. Then the mixture is strained, the mark is pressed, and the combined liquids are clarified by filtration or decantation after standing. وتتلخص هذه الطريقة في إضافة كمية معينة من المذيب الذي غالباً ما يكون الكحول أو مزيج من الكحول مع الماء. يترك معلق المادة الخام مع المذيب فترة من الزمن تقريباً أتليست 3 أيام مع التحريك من آن لآخر. نفصل بعدها الطبقة السائلة، ثم يرشح السائل ليستعمل بعدها. هنالك عدد من الطرق المستعملة في الاستخلاص والمشتقة من الميسيريشن، منها 2 انفيوجن، وتتلخص: A. Fresh infusions are prepared by macerating the crude drug for a short period of time with boiling water. B. These are dilute solutions of a readily soluble constituents of crude drugs. 3- Digestion method, طريقة التهضيم، وتتلخص: A. This is a form of maceration in which gentle heat is used during the process of extraction. B.
It is used when moderately elevated temperature is not objectable. The solvent efficacy of the menstruum is thereby increased. 4. Decoction method. عملية الطبخ. كما هو الحال في عملية الدايجيشن ميثود، تتغير الشروط الأساسية لعملية الميسيريشن، حيث ترتفع درجة الحرارة في حالة الدايجيشن ميثود لتصل بها في حالة الديكوكشن إلى درجة الغليان، وتتلخص كالآتي: A. In this process, the crude drug is boiled in a specified volume of water for a definite time, then cooled and strained or filtered. B. This procedure is suitable for extracting water-soluble, heat-stable constituents. The starting ratio of a crude drug to water is fixed. مثال من 1 ل 4 أو من 1 ل 16. The volume is then brought down to 1/4 its original volume by boiling during the extraction procedure. C. وأخيرا the concentrated extract is filtered. أمامكم جدول مهم مقارنة بين الانفيوجن ميثود and الديكوكشن ميثود. هذه الفروقات تتضمن: 1. البلانت، 2. المنسترم، 3. البروسيجر، 4. التايم، 5. adjustment of final volume، 6. الأباراتوس، وأخيرا 7. الستورج. ملاحظة: يجب حفظ هذا الجدول. النوع الثاني Dynamic Type، ومنها البيركوليشن ميثود، طريقة التزحيل، وهي أفضل طرق الاستخلاص نظرا لاستخلاصها الكامل للمواد الفعالة، حيث تتصف طريقة البيركوليشن بكون السائل ينساب متحركا من أعلى الكتلة المراد استخلاصها حتى أسفلها، مستخلصا المواد الفعالة حتى يصل إلى الإشباع عندما يخرج من الجهاز في أول عملية الاستخلاص، ومع استمرار العمل ينخفض التركيز في السائل الهابط حتى يصل إلى الصفر مع نهاية عملية الاستخلاص. أمامكم المراحل التي يتم بها الاستخلاص بعملية البيركوليشن. 1. In this process, the powdered drug is moistened with an appropriate amount of the specified menstruum and allowed to stand for approximately 4 hours in a well-closed container. 2. After which the mass is packed and the top of percolator is closed. 3. Additional menstruum is added to form a shallow layer above. 4. The mass and the mixture is allowed to macerate in the closed percolator for 24 hours. كما ترون أمامكم أحد الأجهزة البسيطة لجهاز البيركوليتور.
حيث يتألف هذا الجهاز من وعاء اسطواني مثبت داخل السيف اللي هو عبارة عن المنخل، يرض المذيب على المسحوق، وبعد إتمام الاستخلاص يجري التخلص من بقايا المادة الصلبة. أمامكم جدول يبين أهم الفروقات الرئيسية بين عمليتي المسيريشن والبيركوليشن ميثودز. طبعا هذا الجدول أيضا مهم. أهم الفروقات بالنسبة للميسيريشن: 1. time consuming and also extraction is not complete، بينما البيركوليشن short time and more complete extraction. 2. بالنسبة للميسيريشن not required skilled operator، بينما البيركوليشن تحتاج إلى خبرة ومهارة. 3. المسيريشن for certain substances which are very less soluble in solvent and requires only a prolonged contact with solvent، بينما البيركوليشن special attention should be paid on particle size of material and throughout a process. وأخيرا 4. المسيريشن is suitable method for less potent and cheap drugs، بينما البيركوليشن is suitable method for potent and costly drug. وأخيرا سوف إن شاء الله نكمل موضوع solid liquid extraction في المحاضرة القادمة. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، ودمتم بعز وسعادة.